بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائنا بناتنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم من جديد في منصتكم المفضلة، منصة البث المباشر، وبالتحديد في فيزياء الثانوية العامة وفي محتوى الفصل الأخير الإلكترونيات الرقمية. وبداية كلامنا النهاردة هيكون على أهم أجهزة الإلكترونيات الرقمية، وهو الوصلة الثنائية اللي بيسموه باسم الدايود. ولما أقول وصلة ثنائية الكل يفتكر طبعا إنها بلورة من النوع النيجاتيف وبلورة من النوع البوزيتيف يتم التصاقهم سويا. إذا مما تتكون الوصلة الثنائية؟ تتكون الوصلة الثنائية من بلورتين، إحداهما بلورة من النوع نيجاتيف طيب ملتصقة مع بلورة من النوع بوزيتيف طيب، ويمكن أنا هحطها قدامك كده بصفة مستمرة وتاخد بالك منها. البلورة بوزيتيف هي اللي على اليسار، والبلورة نيجاتيف هي اللي على اليمين. ده خلال شرحي، لكن هل ده معناه إن إحنا هنلتزم بهذا الترتيب؟ لا طبعا، ممكن قوي ألاقي البوزيتيف على اليمين والنيجاتيف على اليسار، لكننا نعلم على بعلم تام أن البلورة بوزيتيف متعادلة الشحنة والبلورة نيجاتيف متعادلة الشحنة. دي متعادلة ودي متعادلة، لماذا؟ لأن كل منهما تحتوي على عدد من الشحنات المتساوية، سواء كان من النوع السالب الذي يساوي عدد الشحنات من النوع الموجب. كلام ده وهي بلورة من النوع البوزيتيف. طب ليه سموها بلورة من النوع البوزيتيف؟ مثلا كنا بنقول لأن البلورة التي من النوع البوزيتيف حاملات الشحنة الموجبة، وهي الفجوات، تركيزها بيكون دائما أكبر من حاملات الشحنة السالبة اللي هي الإلكترونات، العكس تماما في البلورة من النوع النيجاتيف. بنقول إن تركيز الإلكترونات الحرة وهي حاملات الشحنة السالبة أكبر من تركيز الفجوات الموجبة. فماذا يحدث أثناء الالتصاق؟ أثناء التصاق بلورة من النوع البوزيتيف مع بلورة من النوع النيجاتيف. لكن قبل ما أقول إيه اللي هيحصل، هقول لكم الرمز إيه في الدوائر الكهربية. الأنود وهو البلورة من النوع البوزيتيف برمز إليه بالرمز السهم اللي أنتوا شايفينه ده، أما النيجاتيف برمز إليه بالرمز حيطة سد. لذلك أنا بقولها دايما وبكررها، الوصلة الثنائية أو الدايود رسمته في الدوائر الكهربية أو رمزه في الدوائر الكهربية سهم في حيطة سد، سهم في حيطة سد. وكن عارف إن السهم هو البلورة اللي من النوع البوزيتيف. ولكن لنا أن نسأل، ماذا حدث أثناء لصق بلورة النيجاتيف طيب هذه مع بلورة البوزيتيف طيب؟ نعلم أن كلاهما في بداية الأمر كان متعادلا في شحناته، ولكن بعد الالتصاق ماذا يحدث؟ نعلم أيضا أن تركيز الإلكترونات السالبة حاملات الشحنة السالبة في البلورة نيجاتيف أكبر من تركيز حاملات الشحنة الموجبة في البلورة بوزيتيف. فماذا يحدث أثناء الالتصاق؟ قالوا ستنتقل بعض الإلكترونات من البلورة نيجاتيف إلى البلورة بوزيتيف، كذلك تنتقل بعض الفجوات من البلورة بوزيتيف إلى البلورة نيجاتيف، ويطلق على هذا الانتقال اسم تيار الانتشار، حيث انتشرت بعض إلكترونات البلورة نيجاتيف في البلورة بوزيتيف وبعض فجوات البلورة بوزيتيف في البلورة نيجاتيف. أطلق على هذا الانتقال اسم تيار الانتشار. إذا تنتشر بعض الفجوات من البوزيتيف طيب إلى النيجاتيف طيب، وتنتشر بعض الإلكترونات من النيجاتيف طيب إلى البوزيتيف طيب، وبذلك ينشأ ما يسمى بتيار الانتشار. لاحظ في بداية الأمر أنا قلت قبل الالتصاق كانت كل منهما متعادلة الشحنة، فلحظة الالتصاق ماذا يحدث وماذا يحدث بعد الالتصاق؟ لحظة الالتصاق ينتقل بعض الإلكترونات من البلورة نيجاتيف
الى البلوره بوزيتيف، وبعض الفجوات من البلوره بوزيتيف الى البلوره نيجاتيف فيما يسمى باسم تيار الانتشار. فماذا عن تيار الانتشار؟ هو تيار ينشا عند لصق بلوره النيجاتيف تايب مع بلوره البوزيتيف تايب، ويقوم هذا التيار بدفع الفجوات من البوزيتيف الى النيجاتيف والالكترونات من النيجاتيف الى البوزيتيف. ولكن كان كل منهما متعادلة الشحنة قبل الالتصاق، لأن كل بلورة منهما كانت تركيز الشحنات وليس حاملات الشحنة، الشحنات الموجبة تساوي تركيز الشحنات السالبة. ولما كان هناك تيار يسمى تيار الانتشار، فإنه يتسبب في اكتساب البلورة بوزيتيف جهد سالب. لماذا؟ لانتقال الإلكترونات إليها وانتقال الفجوات منها، واكتساب البلورة نيجاتيف جهد موجب. لماذا؟ لانتقال الفجوات إليها وانتقال الإلكترونات منها. الله أكبر. إذن البلورة بوزيتيف التي كانت متعادلة ماذا يحدث؟ أصبح جهدها سالب، والبلورة نيجاتيف ذات الجهد الموجب وكانت في بداية الأمر كانت متعادلة، فماذا يحدث؟ ينشأ تيار جديد، وينشأ عن ذلك منطقة خالية من الفجوات الموجبة، والإلكترونات الحرة السالبة تسمى هذه المنطقة المنطقة القاحلة أو المنطقة الخالية، ويطلق عليها هذه المنطقة أنها لا تحتوي على حاملات شحنة لا سالبة ولا موجبة، ولكنها تحتوي على أيونات فقط، لأن الأيونات لم تنتقل، ولكن الذي انتقل هو الإلكترونات السالبة من البلورة نيجاتيف إلى البلورة بوزيتيف، والفجوات الموجبة من البلورة بوزيتيف إلى البلورة نيجاتيف. لكن النهاية كما رأينا أن البلورة بوزيتيف ذات جهد سالب والبلورة نيجاتيف ذات جهد موجب، إن هذا الجهد الموجب والسالب يتسبب في توليد مجال كهربي من البلورة نيجاتيف ذات الجهد الموجب إلى البلورة بوزيتيف ذات الجهد السالب، لأننا نعلم أن المجال الكهربي دائما من الموجب إلى السالب. هذا المجال يعمل على توليد تيار آخر يعاكس التيار الأول، تيار الانتشار يطلق عليه اسم تيار الانسياب. فما هو تيار الانسياب؟ هو تيار ينشأ من المجال الكهربي المتولد بين بلورة النيجاتيف تايب ذات الجهد الموجب وبلورة البوزيتيف تايب ذات الجهد السالب، ويعمل هذا التيار تيار الانسياب في عكس اتجاه تيار الانتشار. فلما كان هناك تيارين متضادين، هو تيار الانتشار وتيار الانسياب، يحدث هناك اتزان ديناميكي بين التيارين الأمامي وهو الأول تيار الانتشار، والخلفي وهو الثاني تيار الانسياب، فيقف مرور التيار ويتولد فرق جهد بين البلورتين يسمى الجهد الحاجز. ولك عزيز الطالب أن تسأل ماذا نعني بلفظ اتزان ديناميكي؟ كلمة ديناميكي بتعني حركة، اتزان إذن فهي حركة متزنة، فهي حركة متساوية، فإن شدة تيار الانسياب تساوي شدة تيار الانسياب وفي اتجاهين متضادين، إذن فهما مستمرين في الحركة، حركة الإلكترونات والفجوات في حالة الانتشار كذلك حركة الإلكترونات والفجوات في حالة الانسياب، إلا أن هناك اتزان، ويعني ذلك أنه إذا ما كان هناك 5 إلكترونات تنتقل في الثانية من إحدى البلورتين إلى البلورة الأخرى سينتقل في نفس الثانية حسب التيار الآخر 5 إلكترونات من البلورة الأخرى إلى البلورة الأولى، ولذلك يحدث ما يسمى باتزان ديناميكي. وعند هذا الاتزان يقف مرور مزيد من الإلكترون، احنا خلاص قلنا 5 في الثانية، إذا ليس هناك مزيد من الإلكترونات ينتقل من إحدى البلورتين إلى البلورة الأخرى، وهنا يقف الجهد الموجب والسالب على البلورتين
فيما يسمى باسم الجهد الحاجز. فماذا عن هذا الجهد؟ هو فرق الجهد على جانبي الوصلة الثنائية، أي على البلورة السالبة ذات الجهد الموجب والبلورة الموجبة ذات الجهد السالب، وهذا الجهد يكفي لمنع مرور مزيد من الإلكترونات أو مرور مزيد من الفجوات من البلورة نيجاتيف إلى البوزيتيف في حالة الإلكترونات، بوزيتيف إلى النيجاتيف في حالة الفجوات. إذن الجهد الحاجز يحجز ولا يمرر مزيد من الإلكترونات من النيجاتيف إلى البوزيتيف أو مزيد من الفجوات من البلورة بوزيتيف إلى البلورة نيجاتيف. يطلق على هذا الجهد اسم الجهد الحاجز، وفي بعض الوصلات الثنائية يصل هذا الجهد الحاجز إلى 1/10 فولت، والاسم منه فيه بيحجز مرور الشحنة. إذن هناك منطقة أطلق عليها اسم منطقة قاحلة خالية من حاملات الشحنة، منطقة حاجزة لا تمر التيار الكهربي، ليس هناك إلكترونات إضافية تمر ولا فجوات إضافية تمر. ولكن ماذا عن طرق توصيل الوصلة الثنائية في الدوائر الكهربية؟ هناك طريقتين للتوصيل، توصيل أمامي وتوصيل خلفي. فماذا عن التوصيل الأمامي؟ بوصل البلورة بوزيتيف بالقطب الموجب، شايفين شكل، والبلورة نيجاتيف بالقطب السالب. أعتقد كلامي واضح حضرات والرسمة موضحة ليا. البلورة بوزيتيف تم توصيلها بالقطب الموجب، والبلورة نيجاتيف تم توصيلها بالقطب السالب. فماذا يحدث لفجوات البلورة بوزيتيف؟ تتنافر فجوات البلورة بوزيتيف مع القطب الموجب فتندفع تجاه المنطقة القاحلة. وماذا يحدث في البلورة نيجاتيف؟ أيوة صح، تتنافر الإلكترونات السالبة من هذا الجزء مع الجهد السالب، حلو، فتندفع الإلكترونات نحو المنطقة القاحلة. إذن هناك في المنطقة القاحلة دفع للإلكترونات من على اليمين ودفع للفجوات من على اليسار، فماذا يحدث لاتساع المنطقة القاحلة؟ سيقل، فيقل الجهد الحاجز فيمر التيار الكهربي، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. لكن في حالة التوصيل الخلفي أعتقد الرسمة وضحت، قلبت المصدر، خليت الموجب على اليمين فاتصل القطب الموجب للمصدر مع البلورة نيجاتيف والقطب السالب للمصدر مع البلورة بوزيتيف. فماذا حدث لاتساع المنطقة القاحلة؟ قد زاد. لماذا؟ لأن الجهد الموجب يقرب إلكترونات البلورة نيجاتيف إليه، والجهد السالب يقرب فجوات البلورة بوزيتيف إليه. إذن هناك اتساع في المنطقة القاحلة، هناك اتساع في المنطقة القاحلة، المنطقة التي كان لا يوجد بها شحنة تمر التيار الكهربي. فماذا يحدث للجهد الحاجز؟ سيزداد. هل يمر تيار؟ لن يمر تيار، إذا كان هو نفسه بيحجز إذا لن يمر تيار كهربي، وبالتالي مؤشر الجلفانومتر عند صفر التدريج، بينما في الحالة الأولى مؤشر الجلفانومتر انحرف. لماذا؟ لأن اتساع المنطقة القاحلة قد قل، وبالتالي قل الجهد الحاجز لنقصان المقاومة فمر التيار الكهربي. ولذلك يكون المجال الخارجي، شوفوا بقى جاي من اللي فين، من الموجب إلى السالب، ده الموجب المصدر إلى السالب المصدر، ده المجال الخارجي المؤثر على الوصلة. يكون المجال الخارجي، أيوة ما هو صح، من الموجب إلى السالب اللي بيأثر من المصدر على الوصلة من الموجب إلى السالب نحو اليسار، ولكنه في الحالة الأولى في عكس اتجاه المجال الداخلي في المنطقة القاحلة. لماذا؟ لأننا نعلم أن البلورة نيجاتيف ذات جهد موجب والبلورة بوزيتيف ذات جهد سالب، وبناء عليه هناك اتجاه مجال داخلي من الموجب إلى السالب، أي داخل هذا الديود بين الوصلتين أو بين البلورتين أو في منطقة التواصل. المجال عكسه ولا لا يا حضرات؟ لكن هنا المجال الداخلي سيصبح في نفس اتجاه المجال هنا، ولذلك هنا يمر تيار، لأني
اتجاه المجال اللي بره عكس اتجاه المجال اللي جوه، فالمجال اللي بره شديد بيغلب المجال اللي جوه، فبيمر تيار كهربي. ولكن إذا كان المجال الداخلي هو جهد حاجز، فماذا عن الجهد الذي أثر عليه من الخارج يعززه ويشد من أمره؟ إذا بيزداد الجهد الحاجز، لذلك ولم يمر تيار كهربي، ولذلك فمؤشر الجلفانومتر عن صفر تدريجي. إذا الوصلة الثنائية في حالة التوصيل الأمامي تمرر التيار، وفي حالة التوصيل الخلفي لا تمرر التيار. في حالة التوصيل الأمامي أي عندما توصل باللورا بوزيتيف بالقطب الموجب والنيجاتيف بالقطب السالب تمرر التيار، دي الخلاصة. أما في حالة التوصيل الخلفي أي عندما توصل البلورة نيجاتيف بالقطب الموجب والبلورة بوزيتيف بالقطب السالب، إذا هنا لن يمر التيار كهربي. لذلك الوصلة الثنائية في حالة التوصيل الأمامي توصل وفي حالة التوصيل الخلفي لا توصل، فكيف تتأكد من سلامة الوصلة؟ أرجع تاني خطوة وأقول إن الوصلة الثنائية في حالة التوصيل الأمامي تمرر لأن المقاومة صغيرة، وفي حالة التوصيل الخلفي لا تمرر لأن المقاومة كبيرة جدا. فكيف نتأكد من سلامتها؟ باستخدام الأوميتر. حلو، تكون مقاومتها صغيرة جدا في اتجاه وهو الاتجاه الأمامي، وكبيرة جدا في الاتجاه المضاد وهو الاتجاه الخلفي. وإن لم يعبر الأوميتر على ذلك فإنها غير سليمة. الله، يعني أجيب الأوميتر ووصله مرة توصيل أمامي ومرة توصيل خلفي، فإذا ما مر تيار الكهربي في حالة التوصيل الأمامي فإن المقاومة صغيرة، وفي حالة التوصيل الخلفي لن يمر تيار وتصبح المقاومة كبيرة جدا في حالة التوصيل الخلفي. أما إذا لم يعبر الأوميتر على ذلك فإنها وصلة غير سليمة. ما هي السليمة؟ واحد يقول لي طب لا، يعني إيه ما يعبرش عن كده؟ أقول له يعني في الحالتين المقاومة ثابتة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. في الحالتين المقاومة ثابتة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. طب كيف تفرق بين الوصلة الثنائية والمقاومة الكهربية؟ والله أنا دلوقتي يا حضرات قدرت أفرق. أنا دلوقتي قدرت أفرق. إزاي؟ ما أنت لسه قايل الوصلة الثنائية تمرر في التوصيل الأمامي ولا تمرر في التوصيل الخلفي. فإذا ما أتينا بنفس الأوميتر على مقاومة كهربية فإنه يقيس نفس المقدار، سواء كان توصيلها توصيل أمامي أو خلفي، لأن المقاومة الكهربية كمية قياسية ليست كمية متجهة، لا تعتمد على اتجاه التيار الكهربي. أما الوصلة الثنائية اعتمدت في عملها على اتجاه التيار الكهربي. استخدمت الوصلة الثنائية في الدائرة الكهربية كمفتاح، طبعا كمفتاح يوصل تيار كهربي أي دائرة مغلقة إذا كان توصيلها أمامي، ولا يوصل تيار كهربي أي أن الدائرة مفتوحة إذا ما كان التوصيل خلفي. يعني الديود في الرسم أهو، آدي البلورة بوزيتيف وآدي البلورة نيجاتيف، ده ديود، آدي الإي ودي الكي، آدي الأنود وآدي الكاسود، آدي التوصيل ده توصيل أمامي. إذا شدة التيار لها قيمة. رسمة تانية أهي، سهم برضو في حيطة سد زي ما أقول، يبقى ده شكل المفتاح وده شكل الوصلة الثنائية. ده فرق جهد أمامي، أيوة، البلورة بوزيتيف تم توصيلها بالقطب الموجب والبلورة نيجاتيف تم توصيلها بالقطب السالب. إذا هناك فرق جهد أمامي، فرق جهد أمامي. إذا في حالة التوصيل الأمامي توصل الوصلة الثنائية تيار فيمر تيار، إذا الدائرة في وضع مفتاح مغلق. أما في حالة التوصيل الخلفي يبقى هنا يمر، أما هنا لا يمر، وكأنها دائرة مفتوحة. شايفين الأنود والكاسود؟ الـ IB يساوي صفر، ده توصيل خلفي. لماذا؟ لأن
يتصل بالقطب السالب للمصدر، الأنود يتصل بالقطب السالب للمصدر، بينما الكاثود يتم توصيله بالقطب الموجب، الكاثود يتم توصيله بالقطب الموجب. فإذا ما كان هناك جالفانومتر ذو ملف متحرك، ماذا يحدث؟ نجد أن التيار الكهربي قراءة الجالفانومتر فيه صفر في حالة التوصيل الخلفي. إذا استخدمت الوصلة الثنائية كمفتاح في الوضع أون، يعني تشغيل، يعني مرور تيار في حالة التوصيل الأمامي، وفي الوضع أوف يعني إيقاف في حالة التوصيل الخلفي. برضو أقدر أستخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد، ولكنه تقويم نصف موجي. تقويم التيار المتردد تقويم نصف موجي. يعني إيه تقويم نصف موجي؟ عارفين التيار المتردد بياخد شكل الموجة الكاملة اللي أنتم شايفينها دي، لأنه متغير الشدة متغير الاتجاه. أقومه تقويم نصف موجي يعني إيه؟ يعني أخلي أنصاف الموجات اللي فوق بس هي اللي ظاهرة، بينما الأنصاف اللي تحت مختفية. مين يقدر يعمل كده؟ الوصلة الثنائية. إزاي؟ أولاً لو جبت مصدر جهد، يعني يستخدم في تقويم التيار المتردد كلمة AC alternating current، أي تيار متردد، أي توحيد اتجاهه في الدائرة الخارجية. تقويم نصف موجي. تقويم إيه يا أساتذة؟ نصف موجي. حلو. الجهد ده لو دخل على الوصلة الثنائية يحرقها. لو عندي 120 فولت مترددين اي سي على وصلة ثنائية محرقها، ولذلك رحت جايب محول خافض، شوف عدد اللفات قل، خفض الجهد من 120 فولت الى 6 فولت، الا انهم ما زالوا مالهم مترددين، ما زالوا مالهم يا حضرات مترددين. طيب نتيجة هذا الخفض اوصل طرفي المحول هنا بالوصلة الثنائية. الله أكبر. أعتقد خلال أنصاف الذبذبات سيكون التوصيل أمامي. طبعا ما أنا عندي في النص اللي فوق مثلا التوصيل أمامي، طب النص اللي تحت مش هيتقلب الموجب سالب والسالب موجب بالنسبة للمصدر المتردد اللي هو الستة فولت اللي عندي. وبناء عليه في حالة التوصيل الأمامي يسمح بمرور التيار، أما في حالة التوصيل الخلفي انعدم التيار. الأمامي سمح بمرور، الخلفي لا يسمح. إذا يطلق على هذا التقويم تقويم نصف موجي، ولذلك تعمل الوصلة الثنائية على تقويم التيار المتردد تقويم نصف موجي. لماذا؟ لأنها تسمح بمرور التيار خلال أنصاف الذبذبات التي يكون فيها التوصيل الأمامي، ولا تسمح بمرور التيار خلال أنصاف الذبذبات التي يكون فيها التوصيل خلفي. ويستخدم التيار الموحد للاتجاه. يا ترى ايه استخداماته؟ في شحن بطارية السيارة، في شحن التليفون المحمول، في عمليات الطلاء بالكهرباء والتحليل الكهربي، لأن كل هذه الأشياء تستخدم تيارا موحد في الاتجاه. نيجي حضرات للجزء الثاني من حصتنا، وهو الترانزستور، أو بيطلق عليه اسم الوصلة الثلاثية. هو عبارة عن وصلة ثلاثية تتكون من ثلاثة قطاعات من بلورة سيليكون أو جرمانيوم، بحيث يتوسطهم بلورة مخالفة في النوع للبلورتين الطرفيتين. إذا مما يتركب الترانزستور؟ ثلاث بلورات. الأولانية بسميها القاعدة اللي بيقعد عليها الاتنين التانيين، اللي برمز إليها بالرمز بيز، وهي بلورة رقيقة جدا توجد بين الباعث والمجمع. الله، يبقى الحاجة التانية هي الباعث اللي برمز إليه بالرمز إي، إيميتر، ومقاومته صغيرة. طب ليه؟ لأن الشوائب اللي فيه كتيرة ويوجد على أحد جانبي القاعدة، وقاعد في الناحية التانية أكيد مين؟ المجمع اللي هرمز إليه بالرمز سي، كوليكتور، ومقاومته كبيرة جدا. يبقى الباعث مقاومته صغيرة، المجمع مقاومته كبيرة. الباعث مقاومته صغيرة عشان الشوائب كتير، المجمع مقاومته كبيرة عشان شوائبه إيه؟ قليلة. وقد يكون المجمع أيضا ذو مساحة أكبر ويوجد على الجانب الآخر من القاعدة. إذا القاعدة يجب أن تكون في المنتصف وعلى جانبيها الباعث والمجمع. وهناك أنواع عديدة من الترانزستور، منها ترانزستور من النوع نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، شايفين البيز في الوسط، البيز في الوسط، تمام، ودي الإيميتر ودي الكوليكتور، يسار إيميتر
يمين كوليكتور، وقد يكون الكوليكتور ذو مساحة أكبر قليلا من الإيميتر، ولذلك فمقاومته أكبر. ويرمز للترانزستور في الدوائر الكهربية بالرمز ده، بحيث إن السهم بيخرج من عند الباعث وهو القطب السالب. وهناك نوع آخر من الترانزستور، بدل ما يكون نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، يكون بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. أهو يا حضرات، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، وأدي البيس برضو في المنتصف، ويجلس عليها الإيميتر على اليسار والكوليكتور على اليمين، ورمز الترانزستور أهو نفس الرمز. أيوة، ولكن في فرق. الترانزستور نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، السهم بيخرج من الإيميتر وهو السالب. الترانزستور بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، السهم بيدخل من عند الإيميتر وهو الموجب. فيما يستخدم الترانزستور؟ فيما يستخدم الترانزستور؟ يا ترى الترانزستور ده بنستخدمه أول استخدام، وده اللي أنا هتكلم عليه النهاردة يا حضرات، الترانزستور كمكبر. الترانزستور كمكبر يستخدم الترانزستور في تكبير الإشارة الكهربية. إشارة متغيرة بتزيد وبتقل، ولكن بتزيد وبتقل بمقدار صغير. دورك يا ترانزستور هتكبرها لي؟ أيوة. طب إزاي؟ تعال نشوف كيف يستخدم الترانزستور كمكبر. هجيب ترانزستور مثلا من النوع نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، ترانزستور من النوع نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طبيعي البلورة اللي في المنتصف رفيعة، وهي البيز وهي القاعدة، ويجلس على جانبيها كما نرى الايه يا جماعة، البلورة النيجاتيف اللي هي مين؟ البلورة اللي احنا شايفينها ايميتر، والبلورة النيجاتيف التانية اللي احنا شايفينها كوليكتور. هجيب ترانزستور زي ده، هناك منطقتان قاحلتان اكيد اكيد، نتيجة التصاق النيجاتيف بالبوزيتيف هناك منطقة قاحلة، ونتيجة التصاق البلورة نيجاتيف بالبوزيتيف هناك منطقة قاحلة. اظن واضح من الشكل يا حضرات ان اتساع المنطقة القاحلة بين الإيميتر والبيز، بين الباعث والقاعدة صغير، اي المقاومة اصغر لان الشوائب اكثر، بينما هنا في البلورة بين البيز والكوليكتور اتساع المنطقة القاحلة أكبر. لماذا؟ لأن الشوائب أقل، إذن المقاومة أكبر. حلو، أول خطوة هعملها حضرات هوصل القاعدة والباعث توصيل أمامي، مش القاعدة، بيز البلورة بوزيتيف وصلتها بالقطب الموجب، والإيميتر بلورته نيجاتيف وصلتها بالقطب السالب. إذا تم توصيل البيز بالإيميتر، القاعدة بالباعث، توصيل إيه يا أساتذة؟ أمامي. حلو، الحاجة التانية هوصل القاعدة مع الكوليكتور توصيل عكسي. عكسي يعني الموجب أوصله بمين؟ أوصله بمين؟ بالنيجاتيف. والسالب أوصله بمين؟ بالبلورة بوزيتيف. يبقى وصلت القاعدة بالباعث توصيل أمامي، وصلت المجمع كوليكتور بالقاعدة بيز توصيل خلفي. طب وبعدين؟ ستنطلق الإلكترونات من الباعث إلى القاعدة. طبعا الإلكترونات مش دي جوه ده سالب، تنتقل الإلكترونات من الباعث إلى القاعدة وتنتشر فيها لفترة زمنية صغيرة ليلتقي فيها المجمع كوليكتور. الإلكترونات اللي هتيجي من الباعث سيلتقي فيها المجمع كوليكتور، هيشقطها من بعيد لأن جهده موجب. سيلتقف هذه الإلكترونات، بس هل هتمشي كلها من الإيميتر للكوليكتور نظرا للجهد الموجب بتاع الكوليكتور المجمع؟ قال لك لا، سيمر في دائرة القاعدة بيز عدد قليل جدا من الإلكترونات. عشان كده أنا هقول لك، تخيل إن عندي 100 إلكترون يمر في دائرة الباعث إيميتر،
هلاقي منهم 99 بيعبروا القاعدة إلى المجمع، وواحد بس اللي هيمشي في دائرة القاعدة بيس. طبعا الموضوع مش موضوع عدد، الموضوع ان انا عايز اخليك تكون مقتنع ان معظم الكترونات الباعث تعبر القاعدة الى المجمع، ولن تمر في القاعدة في دائرة القاعدة الا تيار ضعيف. يعني لو قلت 100 الكترون في دائرة الباعث الاقي 99 في دائرة المجمع، ولاقي ها واحد بس في دائرة القاعدة بيز. يعني باختصار اقدر اقول ان تيار الباعث 100 بيساوي تيار المجمع 99 زائد تيار القاعدة بيز. اذا الاي ايميتر يساوي الاي كوليكتور زائد الاي بيز. فاذا ما كان هناك ثابت بسميه الفا اي، وهو ثابت التوزيع او التجزئة، وهو نسبة بين الاي كوليكتور على الاي ايميتر بين تيار المجمع الى تيار الباعث في الترانزستور، هقول عليه الفا اي وهو ثابت التوزيع او ثابت التجزئة، اي كوليكتور على الاي ايميتر. تمام. ولكن هناك كمية فيزيائية اخرى ثابتة في الترانزستور الواحد، وهو معامل التكبير بتا اي، وده موضوعي بقى بتا اي. شوف انا قسمت اي كوليكتور على الاي ايميتر عشان احصل على الالفا اي. يلا 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 نقسم اي كوليكتور على الاي بيز احصل على البيتا اي. اذا البيتا اي عبارة عن اي كوليكتور على الاي بيز، وهو النسبة بين تيار المجمع كوليكتور وهو وتيار القاعدة بيز. وهناك علاقة بين البيتا اي والالفا اي، فان قيمة البيتا اي معامل التكبير بتساوي الفا اي على واحد ناقص الالفا اي. طب ما يلا نجيبها بالارقام كده. مش انا قلت لكم الاي ايميتر دلوقتي كانوا 100 مثلا، والاي كوليكتور كان 99، والاي بيز كان واحد. مش احنا قلنا واحد بس اللي هيمشي هنا؟ طب ليه تيار القاعده صغير جدا؟ اقول لك لصغر سمك القاعده، كذلك لكبر فرق الجهد بين الباعث والمجمع. ما انت لو خدت بالك تلاقي العمودين دول الموجب متصل بالسالب، الله، واحد فيهم بيقوي الثاني. اذا فرق الجهد بين موجب المجمع الكبير وسالب الباعث الصغير جدا، اذا هناك فرق في الجهد مقدار كبير، فيجعل معظم الكترونات الباعث تعبر الى دائرة المجمع، ويساعدنا في ذلك صغر سمك دائرة القاعدة. طيب احنا قلنا 100 سوى 99 زائد 1، 100 باعث، 99 كوليكتور، 1 اللي هو البيز. تعال شوف الالفا ايه كده. اي كوليكتور على الاي ايميتر 99 على 100، يعني 99 من 100 انها مقدار يقترب من الواحد الصحيح، انها مقدار يقترب من الواحد الصحيح. تمام. طب ما تيجوا نشوف البيتا اي. اي كوليكتور على الاي بيز، الاي كوليكتور كان 99 على الاي بيز على 1، يبقى البيتا اي مقدارها كام يا جماعه؟ 99. عشان كده سموه باسم معامل الايه؟ التكبير، او نسبة التكبير في الترانزستور. احنا لسه قايلين دلوقتي ان الالفا اي ده اهي كانت عبارة عن 99 من 100. مش دي 99 على 100؟ يبقى 99 من 100 على 1 ناقص الالفا اي. 1 صحيح ناقص 99 من 100 يبقى 1 من 100. يبقى البسط 99 من 100 والمقام 1 من 100، يبقى بسط على مقام تديني 99، انها بالفعل مقدار البيتا اي معامل التكبير، لان الاي كوليكتور كان 99 والاي بيز كان 1. الله، الارقام اللي انا اديتها سهلت الامور عليا شويه. الاي ايميتر بتساوي الاي كوليكتور زائد الاي بيز، ال 100 بتساوي ال 99 زائد الواحد، وبناء عليه بطلع من عند الاي كوليكتور على الاي ايميتر يديني الالفا اي، لكن من عند الاي كوليكتور على الاي بيز يديني البيتا اي. وهنقول الكلام ده مره واتنين دلوقتي. نظرا لان سمك القاعده صغير جدا فلا يفقد نسبه كبيره من الفجوات بها، ونظرا ايضا لكبر فرق الجهد بين الباعث والمجمع، يكون تيار المجمع تقريبا بيساوي تيار الباعث. فعلا ال 99 تقريبا بتساوي الاي ايميتر تيار الباعث 100، ولذلك ثابت التوزيع الفا اي
تقريبا بيساوي الواحد الصحيح، لانه قلت لكم 99 على 100 يعني 99 من 100 ده الالفا اي. اما البيتا اي اي كوليكتور على الاي بيز 99 على 1، اذا فهي مقدار كبير جدا، او نقول الالفا اي على 1 ناقص الالفا اي هي المقدار كبير جدا، لان 1 ناقص الالفا اي صغير جدا، فالبسط على مقدار صغير جدا، وبالتالي يصبح هذه النسبه الفا اي على 1 ناقص الفا اي اللي هي البيتا اي معامل التكبير قيمه كبيره جدا جدا. لما كانت البيتا اي بتساوي الاي كوليكتور على الاي بيز، لما كانت البيتا اي تساوي اي كوليكتور على اي بيز، بيتهيألي من السهل قوي يا حضرات ان احنا نقول حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، وبناء عليه الاي كوليكتور بتساوي بيتا اي في الاي بيز. حلو قوي. طب ايه رايكم لو جيت على نفس العلاقه وعملت تغيير في تيار القاعده بيز؟ سيتغير تيار المجمع كوليكتور، لان المقدار ده بيتا اي زي ما قلنا ثابت، اللي هو بنسميه نسبة التكبير، وهي مقدار كبير جدا، ولكن في حتة صغيرة بقى في الحتة دي. الدلتا اي بي لو حدث تغير بسيط في دائرة القاعدة بيز، هل يظهر هذا التغير كما هو في دائرة المجمع كوليكتور؟ طب تعالى نحسبها. يعني لو كان تيار القاعدة بيز واحد مثلا، والبيتا اي عرفنا 99، اذا تيار المجمع يصبح كام؟ 99 في 1. طب إذا زاد تيار القاعدة بيز إلى 2، يعني زاد بمقدار 1، هل تيار المجمع كوليكتور سيزداد هو الآخر بمقدار 1 ويصبح من 99 إلى 100؟ قال لك لا، ده أنت هتضرب الاثنين اللي هنا في 99 تديني 198. الله أكبر. معنى كده إن أي تغير صغير بيحدث في تيار القاعدة بيز يظهر تأثيره مكبرا جدا في دائرة المجمع كوليكتور، وهذا هو فعل الترانزستور، هذا هو استخدام الترانزستور كمكبر. فأي تغير في إشارة القاعدة بيز يظهر هذا التغير مكبرا في دائرة المجمع كوليكتور، يعني إذا زودت واحد هنا بس هيزيد هنا بمقدار 99. ياه. إذا لو جبت أي إشارة كهربية متغيرة في دائرة القاعدة بيز تظهر هذه الإشارة مكبرة جدا في دائرة المجمع كوليكتور، وهذا هو الاستخدام العملي للترانزستور كمكبر، حيث أنه يقاوم ويكبر الترانزستور، يكبر الإشارة الكهربية، وحسب العلاقة اللي أنا قلتها ده، لو زاد الأي بيز بمقدار بسيط نظرا لأنه هينضرب في البيتا إي سيظهر هذا التأثير مكبرا في دائرة المجمع كوليكتور. ولذلك إذا وضعنا إشارة كهربية صغيرة كخرج ميكروفون في تيار القاعدة فإن نحصل عليها بالفعل مكبرة في دائرة المجمع، حيث تظهر صوت قوي في السماعة المتصلة بالمجمع. يعني باختصار الميكروفون اللي في إيدي أو اللي في إيدين المذيع وبيتكلم فيه بيديني كهرباء تعبر عن الصوت، إلا أن هذه الإشارة الكهربية ضعيفة. يعني باختصار وأنا بكلمك كده الكهرباء اللي الميكروفون بياخد كلامي بيحوله كهرباء. الإشارة الكهربية اللي هيديها للميكروفون بتكون ضعيفة، ما تقدرش توصل مسافة كبيرة، ما تقدرش تكبر. لا، بروح حاطط الإشارة الضعيفة ده هي فين؟ في دائرة البيز. إشارة كهربية التيار عمال يزيد ويقل بس بضعف، يقوم تظهر هذه الإشارة مكبرة، الإشارة الكهربية اللي تعبرت عن صوت تظهر مكبرة، ولكن في دائرة مين؟ المجمع كوليكتور اللي بكون حاطط فيه مين يا جماعة؟ السماعة. وبناء عليه نجد أن السماعة تحول الإشارة الكهربية المعبرة عن الصوت والمكبرة إلى صوت قوي جدا. وأكيد سمعت في الشارع واحد بينادي وبينادي بالميكروفون، وأكيد صوته
بيكون عالي رغم ان الصوت اللي هو بيصدره ما بيكونش عالي، لكن صوت الميكروفون بيكون عالي. يا ترى ليه؟ لان علشان نكون واضحين لحضرات، اللي بيحصل ان في ترانزستور بياخد الاشاره الكهربيه التي عبرت عن صوت هذا الشخص الضعيفه ويدخلها الى دائره القاعده بيز، تظهر هذه الاشاره مكبره في دائره المجمع كوليكتور اللي بيكون متوصل معاه سماعه، فتظهر الصوره مكبره جدا. اذا الاساس العلمي لاستخدام الترانزستور في التدبير هو صغر سمك القاعده، فلا تفقد نسبه كبيره من الفجوات بها، فيقترب ثابت التوزيع من الواحد الصحيح 99%، فتصبح نسبه التكبير كبيره جدا، لان البيتا اي الفا اي على واحد ناقص الفا اي اصبحت البيتا اي 99. لذلك اذا وصلت اشاره كهربيه صغيره كخرج ميكروفون مثلا بتيار القاعده، فاننا نحصل عليها مكبره في دائره المجمع، حيث تظهر صوت قوس السماعه التي تتصل بدائره المجمع. اساتذه، اخر حاجه هتكلم فيها في الترانزستور دلوقتي هي موضوع المساله السهله اللي ممكن تيجي في الترانزستور، وهي اتفه مما تتخيله لكن محتاجين تركيز شويه. ايه هو؟ اولا ده القانون الاساسي، الاي ايميتر بيساوي الاي كوليكتور زائد الاي بيس. ايوه، المية بيساوي 99 زائد الواحد. لو خرجت من عند الاي كوليكتور واتجهت يسار هيديني الالفا اي، الفا اي بتساوي اي كوليكتور على الاي ايميتر. طب لو برضو انطلقت من عند الاي كوليكتور واتجهت يمين على الاي بيز هيديني نسبة التكبير الثانية وهي البيتا اي اي كوليكتور على الاي بيز. يبقى اني في الحالتين الاي كوليكتور في البسط، اما في حالة الالفا اي اي ايميتر في المقام، وفي حالة البيتا اي اي بي بيز في المقام. لو ركزت انت وهو هتلاقي كل من الالفا اي والبيتا اي قيمة لا تميز. لماذا؟ لان كل منهما نسبة تيار على تيار، وكذلك البيتا اي تيار على تيار. اذا كل منهما قيمة لا تميز، كل منهما قيمة لا تميز. لماذا؟ لان كل منهما نسبة بين كميتين متماثلتين. مش بس وكده، ده انا عندي علاقة كمان ربطت من البيتا اي والالفا اي. قلنا البيتا اي بتساوي الفا اي على واحد ناقص الالفا اي. طب كم كمية فيزيائية موجودين قدام مني في الشكل اللي قدامي؟ خمسة. ثلاثة تيارات وثابتين وهما الالفا اي والبيتا اي. كم كمية؟ خمسة. الملاحظة بتاعتي هنا بقول لك في الترانزستور سيعطي اتنين بس. اتنين بس. بس واحد فيهم على الاقل تيار، ويطلب التلات بيانات التانيين. واحد فيهم على الاقل تيار ويطلب الثلاث بيانات الاخرى. يعني ايه؟ يعني ممكن يديني تيار من التلاتة دول والالفا اي، او تيار من التلاتة دول والبيتا اي. اعرف اجيب التيارين التانيين والثابت الاخر؟ اعرف، وهنشوف ازاي. انا بقول على الاقل تيار، يعني ممكن يديني تيارين. ما هو لو اداني تيارين هعرف اجيب التالت، وبمجرد ما التلات تيارات ما تعرفوا اعرف اجيب الالفا اي او اعرف اجيب البيتا اي. لاحظ في حالة التيارات هناك تحويل، ربما يعطيني التيار زي ما بيحصل بالملي امبير، عشان احوله للامبير بضرب في 10 اس سالب 3، وربما يديهولي بالميكرو امبير عشان احوله للامبير بضرب في 10 اس سالب 6. واذا كنا في حالة نسبة الفا اي فيمكن ان تكون الاي كوليكتور والاي ايميتر كل منهما بالملي امبير او بالميكرو امبير. كذلك البيتا اي يمكن ان يكون الاي كوليكتور والاي بيز كل منهما ب
الميكرو أمبير أو الملي أمبير. ففي حالة النسبة ليس بالضرورة أن تكون الوحدات دولية، ولكن الضرورة أن تكون الوحدات متشابهة. لكن ما ينفعش أبدا يا جماعة في معادلة زي دي واخد واحد فيهم بالملي أمبير والتاني بالميكرو أمبير والتالت بالأمبير، لا، لازم يكونوا كلهم بالوحدة الدولية وهي الأمبير، أو أوحد الوحدة كلها للجميع. نشوف مسألة واثنين. في ترانزستور كانت شدة التيار الباعث، يبقى مديني من دلوقتي يا جماعة الاي اميتر، الاي اميتر، الله، يبقى اداني دول عملتهم لك باللون الاخضر. وشدة التيار القاعدة، التيار القاعدة اللي هي مين؟ الاي بيز، الاي بيز عملتها لك باللون الاخضر. الباشا طالب تيار المجمع، طالب الاي كوليكتور، الباشا طالب الفا اي، الباشا طالب بيتا اي، يعني طالب مني التلاتة تاني. مش انا قلت لك هيديني طيارين او طيار وثابت عشان اجيب التلاتة التاني؟ طيب بالله عليكم بقى، لما يكون عندي الاي اميتر والاي بيس مش هعرف اجيب الاي كوليكتور؟ ايوه، ما هي معادله مجهوله في الاي كوليكتور بس. وبعد ما اجيب الاي كوليكتور خلاص بقت معروفه، جبت الاي كوليكتور، جبنا الاي كوليكتور الامور اتحلت، واصبح في ايديا الالفا اي لانها بتساوي الاي كوليكتور على الاي بي اميتر، واصبح في ايديا البيتا اي لانها بتساوي الاي كوليكتور على الاي بيس. اذا بمجرد ما اداني الاي اميتر والاي بيس عرفت اجيب الاي كوليكتور، وبمجرد ما جبت الاي كوليكتور دي من عند الاي بيز والاي اميتر موجودين عرفت اجيب البيتا اي والالفا اي. او ممكن اجيب الالفا اي وبعدين اجيب البيتا اي من خلال القانون ده، او ممكن ما استعينش به نهائي في الوقت الحالي. يلا نشوف مسألة تانية، بس ركز في المسألة دي كويس كده يا حضرات، تركز في المسألة دي. نشوف المسألة الاخيرة. ترانزستور ثابت التوزيع، ثابت التوزيع اللي هو الالفا اي، اهو يا جماعه ترانزستور ثابت التوزيع، ترانزستور ادي الالفا اي، عملتها لك باللون الاخضر. اظن بمجرد ما بصيت وقلت بس المستر هيعرف يجيب البيتا اي، وهو طالب فعلا نسبه تكبير التيار البيتا اي، صح؟ بس قال لك كمان ايه؟ وشد التيار القاعده 50 مايكرو امبير، الاي بيس 50 مايكرو امبير، خليها باللون الاخضر، ما دي المعطيات بتاعتي. الباشا طالب نسبه التكبير الاي البيتا اي، اظن ان من السهل من خلال علاقه زي دي اعرف اجيب قيمه البيتا اي، لان البيتا اي بتساوي الفا اي على واحد ناقص الالفا. وبعد ما جبت البيتا اي وعند الاي بيزا هي مخدرها، اعرف اجيب الاي كوليكتور وهو تيار المجمع. وبعد ما اجيب تيار المجمع ده اهو، عشان تكونوا في الصورة، ممكن قوي بعد ما اجيب تيار المجمع الاي كوليكتور اللي هو ده، اعرف اروح اجيب مين كمان؟ تيار الباعث ايميتر. وبكده حضرات اكون تواصلت معاكم في الوصلة الثنائية الديود والوصلة الثلاثية في الترانزستور، ولكن باقي جزء بسيط جدا في الترانزستور وهو استخدام الترانزستور كمفتاح في الوضع اون تشغيل، في الوضع اوف ايقاف، مع الملاحظة الهامة جدا هي حضرات ان الترانزستور من الدروس الهامة اللي لا يخلو منها اختبار. والى ان نلقاكم، كان معكم موجه عام الفيزياء بالشرقية سليم ريخة، ومعكم استاذنا وحبيبنا مستر احمد عبد العظيم موجه اول فيزياء ببني سويف، والى ان نلتقي معكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.